بكم مجددا، يسعدني أن أستضيف المرشح عن مقعد الروم الكاثوليك في دائرة أشوف علي الأستاذ شكري حداد ضمن لائحة مدنية. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يعني طبعا أشوف علي المرة هي مختلفة عن القانون السابق، أول شيء لأنه في قانون جديد عن الانتخابات السابقة، أول شيء لأن في قانون جديد، ثاني شيء لأن أشوف علي صاروا ضمن دائرة واحدة. مظبوط. طبعا التنافس بشوفوا علي عم بيكون بياخد طابع سياسي، في عنا الاشتراكي والتقدمي على لائحة وحدة والقوات، وأيضا التيار الوطن الحر، وفي لوائح أخرى أحرار وغيرها، وبالتالي في أكثر من ست لوائح تقريبا، وبالتالي عم بيكون المهمة أمامكم ليست سهلة. مزبوط. هلأ مثل ما قلت، دائرة شوفوا علي هي من أهم الدوائر بلبنان، اليوم هي قلب جبل لبنان. نعم. وهي فيها كل الأطراف السياسيين بلبنان، إن كان تيار المستقبل أو الاشتراكي أو تيار الوطن الحر، كل الأحزاب السياسية موجودين. بالرغم من هذا الشيء، العالم منا راضية على حضورهم بهالمنطقة، فدايما عم بيكون في حالة تخبط بين العالم حول الخيار اللي بدهم ياخدوه، نتيجة عدم اطمئنان او عدم راحة للخيارات اللي اتخذوها سابقا. نعم. واليوم القانون الجديد اللي نحن هلأ عم نخوض الانتخابات من خلاله، فتح مجال لأشخاص جديدة تفوت على المجلس، ولأحزاب ما كانت قدرة تتمثل، ولهيئات ما كانت تتمثل، كونه صار القانون نسبة. ولحسن الحظ بشوفوا علي، الحاصل الانتخابي هو من أوطى الحواصل بلبنان، يعني عم نحكي ب 7.7% بتخل، هي كفيلة لأنه يصير في خرق لل 325,000 ناخب، وبالتالي ربما 14,000 ناخب حسب نسبة الاقتراع، ولكن تتراوح بين ال 12,500 وصولا لل 14,000. نعم. حسب نسبة الاقتراع. ما انه سهل كمان، ما انه سهل طبعا، بس انت عم بتقولي على 325,000 ناخب، اذا حكينا ب 190,000 ناخب، اذا ما بدنا نلاقي من ال 190,000 ناخب 7.7% عندهم رغبة للتغيير، عندهم رغبة أنه يوصلوا ناس جديد يمثلون، معناتها نحن على شفير الانهيار بهالبلد. نعم، ولكن هول 7 أو 8% اللي عندهم رغبة بالتغيير عم بتكون عم تقدموا لهم أكثر من بديل. اليوم في أكثر من لائحة عم تتنافس بوجه السلطة، منا مدنية، منا كلنا وطني، في كتير لوائح عم تتنافس، يعني شتتوا الأصوات. لكن مثل ما قلنا، الشوف كبير وعدد المقترعين كتير كبير، وصوت الاعتراضي بشوفوا علي يوصل لحدود ال 40-30%. نعم. على الأقل هو على، إذا بنرجع لإحصاء عمره شهر ونص، وعندك بحدود ال 30% بعده لغاية اليوم ما اختار. فاليوم وجود عدة لوائح عم بتقدم خيار جديد طبيعي، وبرضه مع هذا وكله أنا بقول إنه مش كل اللوائح المطروحة هي خيار جديد. نعم. هي في بعض اللوائح هي امتداد لتاريخ سابق، وحابين انه اليوم اجاهم فرصه انه يعملوا لائحه لحالهم ويقدروا يبرزوا وقرروا ينزلوا لحالهم. وفي لوائح تانية معارضه كليا نحن منا، وفي لوائح داخلها العنصر الحزبي وعنصر بعض الاحزاب الطارئه على السياسه بلبنان، وفي نحن يلي هي لائحه شبابيه مستقله كليا عن اي ارتباط حزبي أو ارتباط داخلي أو خارجي أو تمويل مشبوه. عم نقدم خيار جديد لهالعالم، نقول لهم يا جماعة نحن موجودين بهالجبل، عشنا من نحن وصغار بهالجبل، ما عشنا الحرب لأنه أكتريتنا شباب، عشنا الفرح، عشنا مع بعض دروز ومسيحية وسنة وشيعة، قدرنا نعطي أنه نفكر ونقول أنه نحن لا قادرين نعيش مع بعض كلنا سوا من دون هم انه معقول تركب حرب او بكره هذا رح ينط علينا او تبهوا من الطرف الثاني. لا، في تعايش كامل. مشكلتنا بالجبل منا قصه تعايش، ومنا مشكله مصالح ولا ضمانات، ما بدنا ضمانات بين بعض كلبنانيه. نحن شعارات عم يطرحوها البعض، شعارات. انا عم برد على الشعارات. بالنتيجه كل لائحه عم تطرح شعار، معناتها بدها تحمله على 4 سنين. أنا حامل شعار المدنية. شو يعني؟ المدنية اليوم نحن كلنا شباب، والعالم بدها ناس تكون عندها شغل على الأرض، عندها تجربة على الأرض، عندها رغبة بأنه ما يصير في
محاصصة، ما يصير في واسطة، ما يصير في خدمات، ابنه يتوظف في شطارته، مش لأنه طلب من أحد الأحزاب أو من أحد الأطراف. هذا الشيء اللي نحن عم ندعي له. فمشان هيك نحن الخيار فعلا بيجسد حالة المعارضة الحقيقية الموجودة بكل لبنان وبالأخص بالشوف. نعم، بالشوف مثل كل المناطق طبعا بتفتقد لفرص العمل، هذا الشيء حال كل لبنان، بكل المناطق في قلة فرص عمل. اليوم هل حضرتك طارح ضمن اللائحة مشاريع معينة لتحسين فرص العمل؟ أنا تحديدا خطة أو مشاريع محددة ماني طارح. نعم. لأنه بعرف دوري كنائب هو التشريع ومراقبة الحكومة، ومراقبة مساءلة الحكومة، مش مراقبة، مساءلة الحكومة. المراقبة دور ثالث هلأ على النائب هو الإنماء، خدماتي طبعاً. إنماء هني بيقولوها إنماء، نحن رح نحكي عن الإنماء على طريقتنا. نعم. اليوم كليحة إذا وصلنا أو ما وصلنا رح نسعى أنه نعمل خطة اقتصادية خاصة بمنطقة الشوف وعلي. هيدي الشغلة ولا برا بعد نعملها، دائما عم يتم طرح مشاريع فردية من بعض الأفراد وبتنطرح على رأس مالي المنطقة أو على ناس متمولين ليفوتوا فيها، بيقولوا ليه أنا بدي أخذ هالريسك لحالي. نعم. ما عندي دراسة، ما عندي شيء بيثبت لي أنه أنا ممكن ينجح هذا المشروع بوقت أنا أو اللائحة اللي رح توصل. إذا وصلنا قدرنا عملنا مؤتمر ضمينا عليه الاقتصاديين، الحقوقيين، البلديات، الهيئات المحلية، شاركناهم كلهم بطاولة حوار تنقدر نشوف وين بهالجبل قادرين نفوت بمشروع ينجح. نعم. وين بهالجبل قادرين نطرح مصنع يقدر ما يأذي البيئة وبذات الوقت يخلق فرص عمل، ينعمل له دراسة محترمة مع قديه تكلفته ومنشوف كيفية تمويله إن عبر المتمولين بالمنطقة كل واحد بحصة معينة لما يتحملوا الأعباء أو عبر الهيئات المانحة اللي عم تفتش على مشاريع لتنمية المناطق. نعم. كان الـ USAID أو الاتحاد الأوروبي أو عدة منظمات دولية همها أنه يصير في مشاريع إنمائية بتخلي يصير في تعايش صحيح، مش تعايش، يصير في ترسيخ للمبادئ اللي عايشين فيها نحن بهذا الجبل. نعم نعم، يعني حضرتك مرشح عن المقعد الكاثوليكي، منافسينك هن النائب نعمي طعمي، هن خمس أشخاص، خمس أشخاص. نعم. نعمي طعمي مع حفظ الألقاب، غسان عطلة، غسان مغبغب، نعم، الياس أبو رجيلة وطوني فواز، وبحترمهم جميعا والله يوفقهم. نحن اليوم عم نقدم خيار غير عن الكل، العالم اللي بتشبهنا واللي حابة تعطينا فرصة رح تصوت لنا، العالم اللي معتبرة أنه الاستمرارية بغير محل فيها تصوت لغير محل، بس هي وعم بتصوت بغير محل خليها تفكر كثير منيح أنه أنا بهالثلاثين سنة اللي قطعوا أو خمسين أو 13 بعد الاخر، يعني اخر دورتين اللي انعملوا، شو عملوا لي بالمنطقه كله؟ في البعض اشتغل ما في شك، ما بدنا نقول، بس اليوم في نهج ما كان ظابط، ممكن يزبط وممكن يتكمل بدخول ناس جداد معهم. اليوم هذا القانون نسبه، ما انه قانون اكثر، ما جاي الغي حدا ولا جاي اخذ محل حدا، جايين نعطي نهج جديد، جايين نوقف معهم نتساعد كلنا كرمال نحسن منطقتنا ونعطي فرصة للعالم تقدروا تشوف أنه ممكن يكون في ناس ثانيين تساعد وتساهم بتحسين المنطقة، بتحسين التشريع على صعيد الدولة، بالمساءلة الحقيقية عبر مساءلة الحكومة وإنشاء لجان تحقيق مثل ما لازم. نعم. عبر وضع خطط تنموية مثل ما لازم ومراقبة طريقة الصرف اللي عم بتصير بالأموال اللي عم تجي على لبنان. يعني كل يعني نحن مثل ما عم بقولك مش جايين نلغي ولا جايين نهدد بعض الأشخاص أنه جايين ناخد محلكم، نحن جايين نكون شركة بالعمل لصالح لبنان، لصالح. نعم. المنطقة. نعم، يعني طبعا كنت عم بتقول انه نحن عنا بعدين بنعمل رؤية اقتصادية، بنعمل طاولة حوار اقتصادية، مش حوار، مؤتمر. نعم. بيطلع فيه بالاخر
مثل بيصير في اتفاق على مشروعين بالسنة أو ما بعرف الطريقة بشكل مقيم محسن. بالجبل أنا صيفا مقيم وشتاء بطلع وبنزل كتير بحكم شغلنا يعني، وإلا أنا أكيد بحب أقعد ببلدتي العزيزة عين سحلتها وربيت فيها يعني من أول ما صارت العودة قعدت، وعن جد يعني بدي حي كل أهلي ضيعتي من أول ما صارت العودة قعدت. يعني حضرتك ما بتوافق اليوم على الشعار اللي عم ينطرح إنه المسيحية ما رجعت؟ لا لا لا، ما منا قصة رجعت المسيحية، هي قصة إنماء، هي قصة تحسين طرقات لنقدر نوصل برياح على ضيعتنا. أنا اليوم بتعذب من الحازمية لا أوصل على عين سحلتة، بيوقف 20-30 شحن بيهجوا السير ما بيخلي أهالي بعلبك يوصلوا على ضيعتهم على مدينتهم يعني. كيف يعني هالقصص اللي ممكن لازم تتعالج، واحد يقدر يوصل مرتاح، يوصل عاداته ويلاقي في كهرباء، في ماي، في خدمات. أنا الإرسال بالمنطقة مثلا، الإرسال بوزارة الاتصالات ما بعرف الشركات الخلية وشو عم بيعملوا، كل سنة هي عم ترجع لورا. يعني أنا اليوم إذا بدي أطلب من هالشاب اللبناني يطلع يقعد فوق، أو من هالعائلة بدها تطلع تقعد فوق وتضل مقيمة، شو بدها تشوف فوق؟ بتطلع بتلاقي ضيعة مهجورة. أنا قطعت من يومين على خط الحرف فرنيس والضيعة المجاورة، للأسف ما شفت 5 سيارات، ما شفت 5 أشخاص واقفين على الطريق بخمس ضيع. نعم. وعم بعمل زيارة فتحت الباب وفتت، صرنا نعيط يعني، قلنا له يا زلمة إذا حدا فات عليك شو بيصير؟ يعني هيدا حال كل يعني المناطق، عم تفضى الضيع، عم تفضى الضيع. السبب هو عدم وجود خطة اقتصادية بتنمي هالضيع، عدم وجود بنى تحتية بتلائم بتخلي هالعالم يقعدوا مرتاحين، يحسوا أنه هن بمحل مرتاحين، أنه قاعدين ما عندهم كهرباء، ماي، بيئة نظيفة. نحن بيئتنا بنشوف على القليل بمطرح أنا العالم تقصدنا أكيد. بس اليوم نحن هدفنا يصير مقيم الواحد بطريقة دائمة. كيف يصير طبعا مقيم بطريقة دائمة؟ عبر انماء المنطقة بالشكل المطلوب، تأمين المستلزمات، المستلزمات العيشة العادية اللي قاعد عم بيعيشها ببيروت، وبذات الوقت عبر خلق فرص عمل للشباب. بيقول انا والله بدل ما اروح اقعد اشتري شقة ب 250-300-400 ألف دولار، عندي هالبيت بالجبل خليني اطلع اقعد فيه وبشغلي فوق، ولاقي يعني لاقي حالي انه موقع طبيعي فوق. اليوم ليش بده يكون موقع طبيعي ببيروت؟ ما بدي أقولها للمسيحية هذه الكلمة، منا مزبوطة. الجبل إن كان درزي أو مسيحي أو أو أو, أو سني عم بيطلع لينزل على المدينة كرمال يشتغل ويقعد فيها، لأنه ما في لا مركزية إدارية كمان. الموضوع اللامركزية كتير أساسي، موضوع اللامركزية أساسي. يعني حضرتك عم بتقول اليوم الكهرباء ما بتجي بالجبل كما يجب، الاتصالات كمان ما في فرص عمل، ولكن هي من مسؤولية الدولة، من دولة مش من طبعا مسؤوليتك مش كمرشح ولا مسؤولية الحزب. ولا مسؤولية الحزب، مسؤولية الدولة. بس الدولة من هي هلا للأسف؟ هي الأحزاب. نعم. بنشوف بيجي وزير لحزب معين بيقرر يفتح الاتصالات على منطقة معينة. نعم. اخر 3-4 وزراء وين عم بتروح الخدمات بالاتصالات؟ نعم. على كل لبنان؟ لا، يعني للاسف الوزارات عم بتكون حصص لاحزاب. الحزب بيشوف وين انا بلاقمني، وين اكثر شيء عندي شعبيه خليني اخدم بهالمنطقه لعزز شعبيتي. بوقت انه بلاقي مثلا تشوفوا علي ما لي خبز فيه، لا خلينا بلا ما نعمل خدمات نجي نستعمل قضيه المهجرين ومنهاجر فيها قدام العالم، ونحن وقت بدنا نجي نشتغل فوق ما بنشتغل، بنقول لا خلص حكينا عندكم صار وقت غير مناطق نشتغل فيها. يعني تعتقد انه قضيه المهاجرين عم تدخل بالبزارة الانتخابي من قبل البعض؟ من قبل البعض. نعم طبعا، لانه انا اليوم بسمع خطابات كتير بس فوق هن المحاسبين يجوا يقولوا لنا. نعم. عم بيعملوا لهم شيء؟ هن راضين عن نوابهم؟ للأسف أنا بالجولات اللي عم شوفها ما في رضا على النواب اللي عم تختارها الأحزاب، أقله إذا بدي أحكي بالأحزاب المسيحية. نعم. عم بيكون في دايماً امتعاض أنه شو عملوا لنا. صحيح. بيجوا بيلقطوا قضية المهجرين، بيولعوا الفتيل، بيعملوا
توتر بالأجواء، بوقت أنا الحل هو أني نمي منطقتي كرمال اقدر خلي هالعالم يطلعوا براحة ضمير. يعني عم بيصير في تلهي بهالخطابات طبيعي عن المشاريع طبيعي. لانه ما عندهم مشاريع انمائيه يعني عم يتلهوا بهالخطابات طبيعي. عندهم مشاريع انمائيه لمناطق ومناطق وصفقات بالاحرى، يعني مش دائما عم تكون مشاريع انمائيه. نعم. ما بدي فوت بالتفاصيل، بس اليوم اللي عم بشوفه في خدمات بمناطق معينه، كل لبنان بيعرف انه عم بتصير بمناطق معينه. مثلا بدي اخذ مثلا دائره كسروان وجبال، هلا لانه في احتدام وفي في احزاب مسيحيه او احزاب هن اساسا هيك الواقع طبعا. يعني ما بدي تخبى وراء اصبعي، في احتدام بالمعركه، بنسخر هالوزارات لخدمه هالمرشحين تنشوف كيف فينا ناخذ اكثر من الفريق الثاني. نعم. عرفتي كيف؟ هذا الشيء عم بيصير على حساب المناطق الاخرى، حساب طبعا على حساب المناطق الاخرى. مفروض يكون في انماء متوازن، مفروض الدوله تحط خطه على صعيد لبنان ما تتاثر اذا في انتخابات ولا لا. الوزير اللي بده يجي بده يجي وزير لكل البلد طبعا. حط خطه لكل البلد، مش لناس معينه، مش لحزب معين، مش لافراد معينين. نعم. كيف عم تقدروا تسوقوا خطتكم؟ يعني اليوم الإنفاق الانتخابي كيف عم تقدروا أنه تقدروا توصلوا للناخب وتسوقوا البرنامج؟ للأسف، مش للأسف، أول شيء بدي بلش بشكر لتلفزيون لبنان ولمعالي الوزير ملحم الرياشي، لأنه فتح المجال للمرشحين يطلعوا على التلفزيون ويحكوا ببلاش والكل بوقت غير محطات عم تطلب مبالغ رهيبة. نعم. يعني النص ساعة بيكون مبلغها $200,000 هلأ بهالجمعة. نعم. والحلقة $500,000، وقبلها كان الوضع مش كتير أحسن. يعني مع الأسف، يعني أنا إذا بدي أجي أطرح مشروعي للعالم بدي وسيلة لوصلها، ما عندي غير الفيسبوك والسوشيال ميديا. صحيح. بوقت في كتير ناس ما تابع هذا الموضوع. أكيد. على السوشيال ميديا بتابعه على التلفزيون، وانا اذا بدي اطلع او لايحتي او مين ما يعني حيالله فرد من اللايحه بده يطلع على التلفزيون او بدي اطلع الساعه 9 عشيه ما بقدر اطلع طبعا. لانه نحن الحمد لله يعني الاموال اللي عم بيتم صرفها بالانتخابات عم ندفع من مالنا الخاص وعم نطلب مساعدات بسيطة لنقدر نطلع شوي على الساعة 4 و5 لنقدر نحكي مع العالم. بوقت الوضع منه هيك بغير أحزاب، يعني الصرف عم بيصير بشكل رهيب وعم بينقوا مرشحين مع مصاري بكل لايحة كرمال تمول هذا الموضوع وتمشي بكل مناطق لبنان الخبرية صارة. يعني مش بالشوف يعني بس. مع الأسف بين ضمن ثغرات القانون إنه ما حدد سقف انتخابي. هو مش ثغرات، نحن اليوم في عم ندرس موضوع قانوني بدنا نلجأ له بالقانون بيقولوا إنه مفروض يكون في مساواة بين المرشحين بالظهور الإعلامي. صحيح. هيدا الشيء ما صار للأسف. الوقت يعني حدد لنا شغلنا بأنه نتعامل مع العالم على الأرض، بوقت أنه هذا الموضوع بده يرجع يتم ملاحقته مظبوط وينطعن بأي ترشيح أي مرشح وصل نتيجة ظهور إعلامي زايد عن غيره. نعم. لأنه القانون واضح، المساواة بين المرشحين وين عم تنصرف هاي الشغلة. رحنا على هيئة الإشراف قدمنا كتاب قلنا لهم يا جماعة الوضع هيك هيك هيك، قالوا لنا نحن مش عاطينا السلطة نقدر صحيح نتصرف بهذا الموضوع، عطينا السلطة أنه نكتب تقرير ونبعته لوزير الداخلية لهو يحول على المرجع المختص. نعم. نعم. اليوم شهد لبنان المرة الأولى اقتراع المغتربين، انحكى أنه البعض قدر يتواصل معهم والبعض ما قدر يتواصل معهم. حضرتكم باللايحة مدنية كان عندكم إمكانية، كان عندكم الداتا لتقدروا تتواصلوا مع المغتربين؟ أنا اللي بدي لك إياه بيحكوا أنه إيه الداتا كانت موجودة. صحيح. للكل ايه موجودة على واحد سطر محطوط مسجل باستراليا والحقيقة باستراليا او بفرنسا بباري او يعني ساكن باري تسجل ليصوت هونيك. الداتا اللي عم نحكي عنها اللي تم تسريبها هي داتا رقم تليفونه وين سكنه كامل المعلومات كامل طبعا. المعلومات الداتا تبع لوائح الشطب الكل معهم اياها، المشكلة هي انه صاروا يعطوها للبعض ويدقدقوا كرمال ينسقوا معهم ويطلبوا منهم يحسسوهم بالاهتمام الزائد
بوقت نحن جينا طلبنا هيدا الشيء ما قدرنا نستحصلنا عليه. نعم. عدا عن هيك اليوم اللي صار انه بعض الاحزاب راحت وصارت هي تسجل العالم. لا في عالم رايحه تصوت ناس يعني وهي مسجله، في ناس سجلت عنا وطلبت منها تتسجل وقالت لنا احنا قلنا لكم سجلوا قطعونا. يعني مش يعني عمليه تصويت المغتربين هي كثير أساسية وبتجي بموقع طبيعي ضمن حقهم بالاقتراع، ولكن للأسف تم استغلال هذا الموضوع من بعض الأحزاب ومن بعض أصحاب النفوذ اللي عندهم كل المعلومات ليعلوا أرقامهم بالانتخابات وما نحطت بطريقة متساوية مع كل المرشحين. نعم أستاذ شكري حداد، رح أترك الكلمة الأخيرة لحضرتك، شو بتحب توجه للناخب؟ و تفضل. أنا بدي أطلب من الناخب أنه يفكر كتير منيح لمين بده يصوت. بده يصوت للايحة متجانسة اسمها مدنية، أو بده يصوت للوايح مركبة تركيب؟ بده يصوت للايحة فيها شباب مثلنا، ولا بده يصوت للايحة فئة الأعمار تبعها عالية؟ بده يصوت للايحة فيها مشروع سياسي، فيها مشروع انمائي، فيها مشروع تشريعي، فيها مشروع مساءلة، فيها مشروع مكافحة فساد مضبوطة، ولا بده يصوت لناس بعد مثل ما هن؟ يفكر كتير منيح هو طالع ضيعته بالطرقات اللي عم بيقطع فيها حالتها، بالزفت الجديد يلي نزل بهالشهر، إذا رح يرجعوا يجددوا الزفت ولا رح ينسونا لبعد 4-5 سنين. يصوت لناس بتشبههم، يشبهون، صوتوا لشباب قادرة توصل همهم، لشباب عندها النشاط الكافي أنه تشتغل. نعم. مش عم بحكي أنا، فيهم يسألوا عنا كلنا كمرشحين، إن كان رامي حمادة أو مايا ترو أو الياس غريب او مروان المتني او اليان الازي او فادي خوري او مارك ضو او انا، شو الشاغلين بحياتنا، شو النضال اللي ناضلينه بقصص المطلبيه، وشو نشاطنا بمناطقنا، وعلى اساسها يختاروا. نعم. يوم تنوصل بدنا 7.7%، نوصل بنايب واحد. النايب الواحد ممكن ياسس لنهج جديد، وانا برايي التغيير بلش ومجرد ما بلشوا يحسوا بالخطر انه نحن محلنا رح يزول ورح يجي حدا تاني محلنا. تغيير بلش انا بالنسبة لإلي. نعم. بس بدنا نكفي ونعززه وندعمه كرمال نحسن منطقتنا ونحسن لبنان. نعم. شكرا لك، نتمنى لك مرسي. حظ موفق استاذ شكري حداد عن مقعد الروم الكاثوليك بدائرة شوفوا عليه، شرفتنا على مرسي لإليك على استضافتك. مرسي. شكرا. شكرا مشاهدينا، نتوقف مع فاصل.